الباب بالحزب مفتوح لمن يريد أن ينضم، لكن فكرة الانضمام المشروط اللي هو يعني أن كان سياسي ينضم بشرط أن يكون يشغل مواقع معينة في الحزب أو غير ذلك، هذه فكرة مرفوضة. لكن باب الحزب مفتوح لكل من يتفق في فكرة وإيديولوجياته مع الحزب، وكل من يحمل فكرة وطنية صادقة ومخلصة. بالنسبة للبرلمان، ده تقييم حضرتك لدور الدكتور علي عبد العال خلال يعني ترقصه للبرلمان منذ بداياته بحد الآن؟ شخصية قامة وقانونية محترمة، أدار البرلمان في وقت صعب، وأدار البرلمان ضد عواصف من المؤامرات والفتن التي كانت تحاكل البرلمان. بوجه له كل التحية والشكر والتقدير طبعا. يعني معارضة في البلد داخل البرلمان، هل يعني توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان تثر الحياة السياسية؟ احنا لو تحدثنا عن المعارضة، ما هي كلمة المعارضة؟ دائما انا احب اوصف المعارضة بانها اللي هي نفسها التي تشارك في بناء الوطن مع الاغلبية الحاكمة من خلال المعارضة البناءة وليس المعارضة الهدامة. تمام؟ لو تحدثنا عن المعارضة في البرلمان، لا أستطيع أن أقول أن هناك معالم واضحة للمعارضة داخل البرلمان حتى الآن. هناك بعض الصوت العالي، هناك بعض الاعتراض من أجل الاعتراض أحيانا، لكن في النهاية لا يوجد شكل للأشكال المعارضة البناءة تستطيع أن هي تقول أن هذه تمثل المعارضة البناءة داخل البرلمان. لكن على غرار ذلك، فإن كثير من النواب يقفون بالمصاد ضد أي محاولة ضرر للمواطن أو لغير ذلك. وأعتقد أن شكل الحاكمة أو الأغلبية الحاكمة والمعارضة مش شكل واضح المعالم داخل البرلمان حتى الآن، نظرا للظروف التي وضع فيها البرلمان. البرلمان هذا ليس برلمان أتى في ظروف عادية، ده برلمان جه بعد ثورة 30 يونيو بشكل محتاج الكثير جدا من التشريعات السريعة. احنا بنتكلم في 1400 تشريع تقريبا حتى الآن، وهذا ما لم تقم به ثلاث أو أربع برلمانات متتالية في الماضي. فزي ما قلت لك، ممكن أحيانا يكون هناك صوت عالي واعتراض من أجل اعتراض نسميها معارضة هدامة مش بناءة، لكن في النهاية لا، في كثير جدا من النواب المحترمين اللي بيبقوا بالمرصاد زي ما قلت لك لأي محاولة للضرر للمواطن، ودول كثير جدا داخل البرلمان. يعني الحكومة القوية أو الحكم القوي لا يتأتى إلا بوجود معارضة قوية. طبعا متى نرى في مصر معارضة قوية بناءة تقوم على تقوية أتمنى من الأحزاب التي تحمل فكرة معارضة بناء أن يعني نقول تتحالف فيما بينها وتكون ائتلافا أو تكون تحالفا داخل البرلمان. أعتقد ذلك سيجعل صوتهم مسموع، سيجعل عندهم القدرة في التأثير فعلا في أي قرار، وسيصنع نوع من أنواع الاتزان.